مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا جدا، خاصة للي موجودين في كندا. تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع. بس قبل ما نحكي، في سؤال سألوني يا ناس كتير، ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة؟ القناة أو أنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد. فالناس اللي ما بيوصلهم التحديثات، السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن. اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بيوصلوا كل جديد. فاعملوا هاي الشغلات، اعملوا لايك، بتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى. حوالي 90% من اللي بيحضروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب، بس هدول الناس مش عم بوصلهم كل اشي جديد. فاذا حاب يوصلك كل اشي جديد، اعمل سبسكرايب، اعمل ضغط على جرس التنبيهات، اعمل لايك وساعدني واعمل شير، ونراكم بعد الفاصل. مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. طبعا نحكي اليوم عن شغلة مهمة جدا جدا، ألا وهي تنظيف الثلج عن السيارة. طبعا تنظيف الثلج شيء مهم من قدام بيتك، من الشارع، عشان تعرف تمشي. بس للأسف في ناس كتير بنسوا تنظيف الثلج من على السيارة. طبعا بنظف بس الأزاز وانتهى الموضوع. اللي صار امبارح، صار حادث سيارة ماشية، كانت فان اللي فهمناه، طار منها اللي على السقف، ما بنظفه صاحب السيارة، طار وضرب في الباص اللي وراه، فكسر الأزاز ودخل الأزاز كله هذا جوا عند السائق. الحمد لله، طبعا تعرف الأزاز عليه بيكون طبقة زي حامية زي بلاستيكية، بس كان من يعني السائق بالشوك اللي صار أو بالصدمة، حاول طبعا يغير مسار السيارة. الباص كان يؤدي لحياة جميع الركاب، الحمد لله ما حدا توفى. طبعا عندهم هم كاميرات في الباصات، فلقطوا السيارة. مخالفتها طبعا كانت كبيرة جدا هاي، لأنه أدت لمشكلة. لكن بشكل عام حكومة أنتاريو وجميع الحكومات في المقاطعات الكندية حطوا مخالفات فظيعة على الموضوع. فإذا أنت مش منظف النمرة، مش منظف السيارة كاملة بما فيها السقف إذا في إشي بتطاير منها، وطبعا الأزاز إنك أنت مش قادر تشوف الرؤية، انتبهوا كتير لهذا الموضوع. نظفوا الزجاج، ما بدكم مخالفات وما بدكم تودوا بحياة الآخرين إلى التهلكة. وصباح الثلج الجميل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.